النساء وشقائق الرجال. جنك جنك خشكت ظلامنا يعني خلاص هذا تغشى تقدر ظلام قري وسقدي جنكيش دي قري جنكي وإلا دي بتا بإفلاح والعياذ بالله. معنا يعني احترامه دي تقلتن كما يعني قلب سلمانه بس جنكيه تكريما وتعظيما إسلامي قمده جني ديكا بيغمبرانا ديكا بيغمبران ديكا قاد خلفاءنا قاد الميامين قادت يت ديني ويت وطني او همي كرش جنكانا احترامه جنكي في البيت اقرتن ايهانا جنكي نايت اقرني بردي حيوي ما يعني كس نيزك نبتن حرام حرام ايهانا يا خدي تعالى شي رازي يعني طبيعي ان شاء الله تزبر نبا ابا اسلام وابا بني اسلامي يهوب وما نقلي بسلمانا مع الاسف الشديد يعني اسلام خلال 14 قرن دا اتذي نعمته دابو بن سبرا شريعه رب العالمين سبحانه وتعالى بي اي اعتداء سرحاي كبكتن ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم نرزقكم واياهم يعني هاتوصى وخلكي عيال هبو بي تحديد النسل بين نغمات الشرق وغرب بين تحديد النسل بكان قطعة بكان هندا وزيدة ترزيدة ما نبتن وفلاب ومحاولات منع ابن اكري بشكل كنه قانوني بشكل كنه شرعي بشكل كنه طبي اباكم اقول بتعب نغماتها يعني ومع الاسف مع الاسف الشديد بعضك منظماتها من المجتمع المدني اويد بجني مجتمع المدني اويد بجني مجتمع نظام شم مدني عن غير مدني ما نبت يعني ابت ما قلت بتن يعني محاولات كان اوج في وتريبدا تماما بو ولا بجنك تدمير بو جنك دمري وعيال زيد ابو ما دشلي كانوا ام نشم خدا كان وما خان ما نظام تشا ومعيشه ما نظام تشا هربكي كبرى كاد قوتي اره پاری بادرنس از بخوبین مهنم گوته بو گوته ولا من سه خانی تبسه کنی بروی همو گوده تمام کم الوین زیفتی ها الویره یعنی دویت مبرک بخوب دانتن خود شیر خود تعالی ده گوته یا رجل درهم من ربا اکبر عند الله من 46 زنیه من 46 من مرات الزنا درهم درهم یعنی تو دینی تو نوش کری آن نه بلی آن نوش کرم يكونوا تشاد بيجي مثلا سري بايتو خداني خداني سيخان يابي ف و ابي متزوج ابي تشتن يبي دهمان ولدي شرف عالم كذا ما بنا مستحق رجميا يعني عالم رحب بتن يعني ناخذ طلب نعمتات قالتك يا بشر يا انسان يعني ابا اعتداء اعتداء والعياذ بالله فالحاصل فيجا في زماني ابي فيجا من بداخك وفيجا في هندي دار كرتي بجاء الوترك جدا يعني والعياذ بالله يعني كم باختر الجاهلية بري كأنما خلاص و وأماكن خاصة وجهة خاصة بن بو 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 خرابية بو بي بو عربدة أجر مثلا جنسة وأجر خمرة وأجر قمارة وأجر عربدة وأجر ظلمة وأجر غصبة وأجر طالانة وأما فلانة أبي ثقافة وأبي تيجشتن قلب سلمانة يعني بعضك دركت بقوضي والعياذ بالله يعني مثلا عينا وكبري كراهيته كتايها يعني كيك كتشابن يعني قامت قيامته والعياذ بالله يعني كان ما عبت تشتكي قالك يعني ما ظنها شوى مثلا والعياذ بالله يعني عيني وكبري يعني كتش هكا كربة بلا بس كتش يعني شل كتشاب كاين يعني بيناخوش عينا وكبري ها عينا عينا وكبري يعني والعياذ بالله وأو نزانة كعبة نعيد جنكية نعيد ظلامية وينما عيد رب العالمين هر وكي قرآن بيروز بمان يا هاي بيقافي ها قالك افي قافي حسناك انكو كتش هبن ابدا او نظن كاخيرا كتش والله العظيم وبالله الكريم احاديث تاتي دات سر تربيتا كتش عشرات وعشرات مرات زيدتن شي تاتي تدر حقا كرادا والله العظيم يعني بشتنا بلانا مصيبتنا يعني بزحمتها وفنا نظن كاخيرا ويشنده والعياذ بالله يعني في قابين مثلا حشينا كانوا فعلا يعني تاي في قابين اينا مع الاسد زمان مدى بشتنا ام حضارينا ام الى اخره ونظن كافا يعني قالك جنك تخصل بوان جنك اخويا طلاضي ولا بوشي موني افزنك كتاتينتن
ساكن قرآن بيروس في سورة الشورى قال بسلمانة يعني إشارة بوفيت كتب بوفيت الموجود ما في مدى ما في بشرية ده رب العالمين ملكا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة والله عليم قدير رب العالمين أمرك بشن رب العالمين كتاد إذا توانا بها وحسكت كراد إذا توانا بها وحسكت كرو كتاد إذا توانا بها وحسكت أو حسنا كجيها ما تشنادتي يعني عيدك عيد رب العالمين سبحانه وتعالى أما جني بتدل الطلاقان شنك مثلا والله كرنابن أن مثلا والله جني بهلة شنك والله كرنابن طبعا أبجي جهل يطفي قوي يا تمام أبجي هاي في قوي يا موجودة بجا جلك برفرا أن كم برفرا مهم أبجي هاي أش قصاصة كو تتفجران في موضوعي ده يعني جلك بس إيه كي بنمونا مروضة كي قوتا جنكا خو طبعا برينكا وابي معاد أبو في قوي جي قوتي أجر تكيشا كبيني أزيت هيلم مدفتن تو کره که بمبینی یعنی ناوه هشای را گریتن یعنی پل گریت یاشی و ناو دوی بتا به حشته اما نزانتن اگر کچ بیدی خودت عالت خلاله وی کچی داده بتا به حشته یعنی ناوه هشای پل گریت مالا ویران یعنی کره بتن یاشی و کچ نهل گریتن فا ولا سبحان الله شاء الله و سبحانه و تعالی جنکاوی کچه بو کچه کینا خلاص جنکا خو هلا ساله که قطع بو تابت هلا ومن اهل الخيام والبدو بو ما بد بن خيفات ادو او يعني وصالك كامل جن او كتش هلا يعني عزة چنكي والله كتشكينا او يكرد فيها جارك يعني من قصص الماضين اد بشغل جارك برخيفات جنكي رهات يا تداعب طفلتها بشتن بوكيتا خود بشتن نظامكم مثلا ولا سلامي ايه هاكا جايه قاس كاتم بشتن مالي ابي حمزه لا ياتينا غضبان اللان لدى البنينا تالله ما ذلك في ايدينا فنحن كالعرض لزارعينا زنك ابو خود بشتن ابو حمزه يا عزه تشنكي ما كرهك نينا يا ما كيتشكا ايناي اما ابو خود بشتن بشتا كيتشكا خو حمزه ابو حمزه ظلامي يجدر بقوه خدتي مال ابي حمزه لا ياتينا غضبان علانا لدى البنينا يعني بوش نايتانك ما يعني بوش هجره ماكل بوش ما صلبويا يعني على اساس شنكي ام كرونوين بش تالله ما ذلك في ايدينا بش بخدي وبخدي طلا سيندا والله ما بدست منا ما بدست ويا بش فنحن كالعادي لزارعينا أما كي عردينا شنو تشينن أو نشين بتن يعني أنا عيد ما يا أبا يعني ما بوش بتن أبو حمزة يقول بتن ها المسألة وما فيها راسة جنكش على قد موضوعيا ما ذكر هذا كذا أو عيد سلام يا منا علميا جنك على قد بيننا نكريك نكشي وإنما البذرة من الرجل فيعني وعلم هود بيشتها والطمجي هود بيشتها طبيعي الآن تزاني وقت يقول ابو عرب خدي ديسا فنحن كالعرض لزارعينا لا اقل ولا كثير قناها شنكشيا قناها كذا شمينا يعني وكي عيات سورة الشورى ذكراتي عند كتاداتي عند شنوداتي ومن ذن مثل حطمت شدو يا خدي تعالى شيت الزاني تن فولا ابو حمزه الزبري تبع بيشت والله من عفوك ومن ازاني والى اخره يعني للزبري تبع والحمد لله عقلي وتيتا سريري جارك اديتن ابو حمزه ابو حمزه فنسال الله ان يعافينا بسلمان عزيز في قبل عقفنا دمائي يعني موضوع مثلا قتل الاولاد او كشتن اجر كشتنا كشتن بتنقلي بسلمان ان كشتنا درمانا بتن ها أن كشتنا منعي بتن يعني منع النسل أو قتل النسل أو هلاك النسل يعني بشكل كي طبعا مشنا التفصيل ده يعني أو منع عيال بيتكن نبشكل كي شرعي نبشكل كي علمي نبشكل كي طبي طبعا مشنا الموضوع ده موضوع قالك مفصلة بمبرر ما نبت قتل يعني بمبرر شرعي
ناي صحية ناي مرضية ناي طبية ناي علمية دي بيتا قتل وانا بيتا قتل منع يعني منع تشتكى ودي بيتا اجر تصرف بشري تيد انا بتن يعني ابا خطرك وجلك وما زنا في موضوعي تساهل تينا جهن يعني مثلا عيبشتن والله عزلي مثلا عياري منعكم فابا الف حساب